اجتمع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في جدة مع وزيرة القوات المسلحة الفرنسية السيدة فلورانس بارلي. وجرى خلال الاجتماع استعراض مجالات التعاون الثنائي خاصة في الشأن الدفاعي وفرص تطويره، بالإضافة إلى بحث مستجدات الأحداث الإقليمية والجهود المبذولة تجاهها. وعقب الاجتماع وقع ولي العهد ووزيرة القوات المسلحة الفرنسية على اتفاقية بين البلدين تختص بحماية المعلومات المصنفة والمحمية. حضر الاجتماع وتوقيع الاتفاقية مساعد وزير الدفاع محمد العايش ورئيس هيئة الأركان العامة الفريق ركن فياض الرويلي ومدير عام مكتب وزير الدفاع الدكتور هشام آل الشيخ والمستشار العسكري لوزير الدفاع اللواء المهندس الركن طلال العتيبي والملحق العسكري السعودي لدى فرنسا وسويسرا المكلف العميد ركن وليد السيف. أما من الجانب الفرنسي السفير في المملكة فرانسوا غويت ومدير المكتب العسكري الفريق بحري جان كازابيانكا والمستشار الدبلوماسي غزافي شاتيل والمستشار الصناعي هيرفي غرانجن والمستشار العسكري العقيد جاك دومونغرو وملحق الدفاع الفرنسي لدى المملكة العميد بحري غزافي موناك.